إسرائيل في تأهب واستعداد كامل، وقد عززت قواتها العسكرية على الحدود السورية. أصبحت بطارية القبة الحديدية للدفاع الصاروخي جاهزة على بعد 10 كيلومترات تقريبا من الحدود، استعدادا لأي مفاجأة غير سارة من سوريا. إجراء روتيني بحت حسب الجيش الإسرائيلي، والسبب الحقيقي هو هجوم جوي إسرائيلي على مواقع عسكرية سورية في ريف دمشق. يقول الجانب السوري إنها مركز للبحوث العسكرية. هذه الصور بثها التلفزيون السوري رسمي، ووصفت الحكومة السورية هذا الهجوم بأنه إعلان حرب وهددت بالانتقام، وأنه يكون دائما من حقها بل من واجبها حماية الوطن والدولة والشعب من أي اعتداء داخلي أو خارجي. أما إسرائيل فلم تؤكد نبأ قيامها بالغارة، لكن حكومتها تعتمد مبدأ حق الدفاع عن النفس، فإسرائيل تريد الحيلولة دون تزويد الأسد لحزب الله اللبناني بالصواريخ وأسلحة أخرى. على الصعيد الدولي يزداد القلق من اتساع رقعة النزاع في المنطقة. لم أقم بإدانة أفعال إسرائيل في السابق ضد سوريا، لكننا بحاجة الآن إلى أدلة تثبت أن الهجمات الأخيرة كانت دفاعاً عن النفس. ولم يصدر من إسرائيل أي تصريح رسمي حتى الآن، ورئيس الوزراء نتنياهو في رحلة طويلة حالياً في الصين.